الارض فعلى الجزائري محرز يحرز ولا تأفى السيتي. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السريع سرعة اتخاذ القرار تزيد محارج المنطقة مهم جدا في الشوط الثاني. تابعتي الركنية، هنا كرة مرفوعة بلمسة جزائرية، محرز يناور، محرز يراوغ، محرز يرفع الكرة، لكن بعد ذلك شالكي بالجلسن كيرشن لم يكن رحيما في مباريات ملعب الاتحاد. برناردو وصلت لمن هنا المتابعة، وشفنا الإحصائية 83% نهاية شوط المباراة الأول. ثلاثة فرصة فعلى رياض، فعلى الجزائري محرز يحرز ولا تأفى السيتي. محرز مفخرة الجزائر، مفخرة الجزائر، مفخرة السيتي. الثقة موجودة، الثقة موجودة في البديل. جاء بالهدف يا بيبي غوارديولا، شيء جميل. أرضية الميدان والدليل، نعم ما حصل في مباراة واتفورد عندما فاز السيتي. نعم برناردو سيلفا يدخل لوسط الميدان، واتين لعب أربع مباريات لم يستقبل فيها أي هدف، ربما يتكرر السيناريو. وكذلك توتنهام الذي انتهى متعاديا في مباراة مثيرة في رحيم، هنا رحيم جول بين سبورتس من خلال الكوبا امريكا بينما هنا كرة، ومن خلال ايضا تواجد الكرة محرز لمن الرجوع الى الخلف. طاميندي رحيم والمتابعة للكرة الثانية لم تكن دقيقة. الطريقة التي تعامل بها بيب غوارديولا مع الشوط الثاني كانت اكثر من رائعة. رياض محرز، رياض